حسنا، انظر هنا، إنها مدينة نيويورك، المدينة التي لا تنام، هونغ كونغ على نهر هدسون، أعظم مدينة في العالم، نيويورك. نيويورك المدينة الرائعة الملقبة بعدة ألقاب. حسنا، هذا كاف. إن كنت تعتقد أنك تعرف هذه المدينة جيدا، فدعني أخبرك أن هذا التألق والروعة يخفيان واجهة زائفة حرفيا. تضم نيويورك عددا من المباني الحضرية الأكثر شهرة في العالم، وهي موطن لبعض الأبراج الشهيرة المميزة. لكن من كان يتخيل أن نيويورك كانت واجهة لمبان وهمية؟ والرائع في الأمر أن هناك الكثير منها للبحث عنها. حسناً، سأضع ذلك على قائمة أعمالي. إذن السؤال هو، لماذا وضعوا هذه المباني الوهمية الموزعة في جميع أرجاء نيويورك؟ تعد المدينة أحد أكثر الأماكن حيوية في العالم، وبالتالي هي بحاجة إلى الكثير من مشاريع البنية التحتية للحفاظ على دوران عجلة الحياة في المدينة. لهذا هناك العديد من المنشآت الصناعية في كل منطقة رئيسة. نيويورك مدينة ساحرة من حيث التصميم والبناء. تخيل وجود هياكل صناعية بجوار محل البيتزا المفضل لديك. فكر المصممون في هذه المسألة مسبقاً وقرروا إخفاء تلك البنى التحتية الصناعية على أنها مباني وهمية. إنها مندمجة مع المدينة لدرجة أنه لا يمكنك تمييزها. تبدو هذه المنشآت كشقق عادية مع أبواب أمامية ونوافذ حقيقية وشرفات ساحرة، حيث يمكن للناس قضاء وقت ممتع. ما يميزها فقط أنه لا يوجد شيء خلف تلك الواجهات، ولا يسمح لأحد بالدخول إليها. إذن أين يمكنك العثور على هذه المباني المزيفة في العالم؟ ستكون البداية مع واحد من أشهر المباني المزيفة في بروكلين. يمكنك العثور في شارع جورا ليمون 58 على حي عادي، لكن سترى بين المباني مبنى من الطوب بلون أغمق من البقية بقليل. يحتوي البناء على نوافذ مفتوحة تنسجم مع بقية المباني في الحي، لكنها مغلقة بالطوب. قد تجد المبنى عاديا للوهلة الأولى، ولكن إن أمعنت النظر ستشعر أن البناء بأكمله وكأنه قادم من أحد الألعاب الإلكترونية. شيد المبنى عام 1847 قبل أن تصبح نيويورك بشكلها الحالي الساحر. افترض في الأصل أن يكون المبنى عاديا، لكنه حول إلى مبنى مزيف عام 1908، لكن مع ذلك لا تظن أن بإمكانك الدخول إليه لتأخذ قسطا من الراحة. وحتى لو فعلت ذلك لن تحقق أي فائدة، لأنه جزء من مروحة تهوية لمترو الأنفاق، وهو أيضا بمثابة مخرج طوارئ لبعض المباني المحيطة. في الواقع تتوزع الكثير من المباني المزيفة في نيويورك لإخفاء منافذ المترو لإخراج الدخان. سترى في حي ذا برونكس، وبالتحديد في شارع براكنر بوليفارد 415، هذا المنزل المستقل الذي صممته شركة العمارة الداخلية سويتسر جروب. هذا البناء ليس ساحرا كذلك الموجود في شارع جورا ليمون 58، لكنه يؤدي وظيفة مشابهة، فالهدف منه إخفاء محطة كهربائية فرعية تابعة لشركة مرافق نيويورك. تحتاج المدينة إلى هذه المحطات الفرعية لتقليل الكهرباء ذات الجهد العالي إلى جهد أقل ليتمكنوا من توزيعها محليا. وظهور مبنى كهذا وسط منطقتك ليس الطريقة الأذكى لجذب الناس إلى ذا برونكس، لذا كانت واجهة المنزل الريفي الطريقة الأمثل للتمويه. بعض هذه المباني لا تحقق هدفها وتبقى غريبة عن محيطها. يصف سكان مانهاتن مرافق ميدان مولري بأنها فاشلة تماما، فبعد الكثير من عمليات إعادة التصميم لا تزال النتيجة الحالية غير جيدة. يشبه السكان المحليون البناء بصندوق خرساني. لقد شيدوا نوافذ بدون زجاج، مما جعل البناء غير قادر على الاندماج مع محيطه، لكنه في جميع الأحوال يتفوق على محطة التهوية العادية في مترو الأنفاق. هناك الكثير من الأماكن التي يمكنك زيارتها وشطبها من قائمة أمنياتك، ولكن إن كنت تعيش في الصين فيمكنك حرفيا البقاء في بلدك وزيارة العديد من المدن الشهيرة من جميع أنحاء العالم. بدأت المدن المقلدة في الظهور في أوائل التسعينيات مع بداية ازدهار الاقتصاد الصيني. لقد أرادوا أن يعيشوا أسلوب حياة الأغنياء والمشاهير، لكنهم لم يرغبوا بمغادرة بلدهم، فهم قادرون على تناول طعامهم المحلي مع الاستمتاع بشعور وجودهم في الخارج. تضم مقاطعة غوانغ دونغ الصينية نسخة مماثلة من قرية هالشتات التاريخية في جبال الألب النمساوية.
يعود تاريخ قرية هالشتاد الحقيقية إلى عدة قرون، وهي واحدة من أكثر الأماكن سحراً في العالم. لم يكن لدى السكان المحليين في هالشتاد أي فكرة عن بناء قريتهم في الصين، ويعتقد البعض أن بناء قرية كهذه مسألة جدلية، ربما لأن بناءها كلف حوالي 940 مليون دولار. لا شك أن باريس واحدة من أكثر المدن جمالاً في العالم كله، فتاريخها العريق وثقافتها المتنوعة يجذبان أي شخص للسفر إليها. لكن بالنسبة لسكان مدينة تيان دونغ تشينغ، هذا شيء يمكنهم فعله متى أرادوا. تعرف المدينة أيضاً باسم سكاي سيتي، وتضم نسخة طبق الأصل من برج آيفل الذي يشبه إلى حد كبير البرج الشهير الذي في باريس، وقد شيدت المباني المجاورة له لتتناسب مع مظهر المدينة الساحر. لكن من بين الأشياء التي ستبطل هذا السحر الأراضي الزراعية، عدا عن أن المدينة خالية دائما ولا تشبه باريس تماما، ومع ذلك يمكنك العثور على بعض النوافير والتماثيل الجميلة المنتشرة على جوانب الطرقات لإضفاء الأجواء الباريسية. سترى الغسيل معلقا في كل مكان حتى على الأشجار، والنوافير الجميلة جافة، والكثير من الشقق الفارغة، وهناك القليل من المتاجر المفتوحة للعمل. رغم أنها تبدو مدينة مزيفة، إلا أنها حقيقية تماما. يعيش البعض هنا لأن الأسعار معقولة أكثر من الأماكن الأخرى. على بعد ساعتين من هذه المدينة هناك نسخة أخرى من جسر ألكسندر الثالث الموجود في باريس، ونسخة من برج لندن لكن مع أربعة أبراج بدلا من برجين. تستطيع أيضا زيارة أقرب مكان إلى إيطاليا، لكن يمكنك هذه المرة التسوق هناك. إن فلورنتيا فيليج مركز تجاري يضم مجموعة من المحال التجارية. الجيد في الأمر شركة عقارية إيطالية أشرفت على بناء المكان لتحسين القرية الإيطالية بشكل واقعي. ستجد في القرية نوافير وقنوات، وزينت طرقاتها بالفسيفساء. بدأ بناء القرية عام 2011، وتضم الآن أكثر من 200 متجر، من بينها العديد من العلامات التجارية الإيطالية والبريطانية والأمريكية والصينية أيضا. يحظى المكان بشعبية كبيرة لدرجة أنه يستقبل ما بين 10,000 و 25,000 زائر يوميا. يوجد في الصين أيضا مدن مقلدة أخرى، ومنها منطقة يوجيا بو المالية التي تشعرك بأنك في مانهاتن المصغرة. كان هدف المستثمر جعل هذا المكان المركز المالي للعالم. لقد كان المكان مثاليا ويضم معالم هامة مثل روكفيلر ولينكولن، لكن توقف المشروع عام 2019 وبقي المكان فارغا. يمكنك العثور على مدينة إنجليزية عادية بشوارع مرصوفة بالحصى ومنازل ومطاعم فيكتورية، إنها تيمز تاون. كان الهدف من تشييد هذا المكان الحصول على نمط الحياة الأوروبية دون مغادرة شانغهاي. يوجد في الصين أيضا مدينة هولندية تضم بعض معالم أمستردام بطواحينها الهوائية وقنواتها المائية الشهيرة، حتى أنهم قرروا تقليد بعض المعالم مثل المتحف البحري الهولندي. إليك قصة إضافية عن أرفع مبنى في لبنان بني نتيجة نزاع بين شقيقين ورث كلاهما قطعتي أرض غير متكافئتين، حيث حصل أحدهما على قطعة أرض رفيعة جدا فشعر بالغيرة الشديدة من قطعة أرض شقيقه الجميلة وكان منزعجا جدا. تطل كلتا المنطقتين على البحر الأبيض المتوسط في أحد أحياء بيروت النابضة بالحياة، لذا ليس من المستغرب إن لم يتفق الأخوان على طريقة استغلال أرضيهما. كان واضحا أن الأخ الذي يملك مساحة أكبر من الأرض سيتمكن من بناء مبنى مناسب، وكان على الأخ الآخر أن يجد حلا، لذا قرر إعاقة مبنى أخيه من خلال تشييد مبنى رقيق لا يتجاوز عرضه 4 أمتار عند أوسع نقطة ونصف متر عند أضيق نقطة. شيد البناء عام 1954، ويعرفه سكان المنطقة باسم الضغينة. الغريب في الأمر أن هذا المكان كان ذات يوم صالحا للسكن، وقصده العديد من الزوار لقضاء أوقات ممتعة. ليس من السهل العيش في مكان كهذا، لكن تلك الصعوبة جزء من التجربة. لا يزال المبنى قائما حتى يومنا هذا، لكنه فارغ.